والحضور إلى هنا حتى يتفاكر مع الجالية الإريترية التي تحمل اسما كبيرا في معسكر المعارضة الإريترية أو المقاومة ضد النظام الدف. ونحن في هذه الليلة سنكون في محاضرة هي الهدف منها تحديد مسار العمل المقاوم في هذه المدينة، كذلك أيضا التفاكر في الوسائل والأهداف المرحلية والاستراتيجية، كما أيضا تهدف إلى رفع روح المقاومة وتفعيل العمل المقاوم في المدينة. ومنظمة إيجي أستراليا للعدالة والسلام تقوم بهذا الجهد كما عودتنا في السنة هذه السنة، وهي عمر هذه المنظمة والتي تأسست من خلال تراكم المجهود للجالية الإريترية في أستراليا سيما في ميلبورن. كما تعلمون منظمة إريتريا أستراليا للعدالة والسلام هي منظمة بدأت بشكل عفوي بشكل تراكمي عفوي للعمل المقاوم لتواجد النظام هكذف وأتباعه في هذه المدينة، وكانت تقوم كل سنة بشكل تشكيل لجان لمقاومة أنشطة النظام في المدينة. ثم أخيرا في العام الماضي 25 سبتمبر 2011 تم تكوين هذه المنظمة وتسجيلها لدى السلطات الأسترالية، وقامت بعدة أنشطة ومن ضمنها اليوم نجتمع هنا حتى نواصل في هذا العمل الذي نهدف إلى أن يصل إلى مرتقاه الأخير. ضيفنا الأستاذ صالح القاضي سيكون له تعريف شامل، وسيقدمه الأخ فوزي سعد، وستكون هنالك محاضرة نرجو من الحضور أن يكون له يعني مداخلات و إسراء لهذه المحاضرة حتى نخرج بأفكار عملية تدعم عملنا المقاوم في المدينة. بتقرية أحسرة بلي كفتني أخطر بموت مجربو مجمرتا أبزيمتي كم بزعد مزي أخبركم مزعاكم مزقنانا نقرب كابون أسفحنا نتي كاب رحب وطا نتناتنا عدم أخبرو أبزي ترخي بزن لو غاشا أتو صالح قادي مزقنانا نقربلو كابو قتلنا نعلومي مدرنا مدري كان دي تساتا فايناتو أتو صالح قادي خوينو التين أتنانا يتقاوموا نتفتات نقدم فعل بزب العلامة زي تدالوي سرحي توينو قال علاماتاتنا يجي نقورا زلنا نتفتنا يومي انت أصل تقينا حدي نزي عبزنا عبزي الكتما زي زقبر زلو تقاوموا ناي تقاوموا نتفتات من حيال مبرتعن بزب العلامة كان ايكا ابتن قورا سرحتنا ناي فيجن وي ناي الرأي أسرارحن ناو تأسرارحن كما يقولنا نتصففن نودبن زحفر وي نما يتقلو هواهم فتيرنا نبر تقلو سرح زعلمي كالايون تي كدني حجي زنبري سرحنا ناي تقاومو أبسي ختمازي استغل عليه أقوابات يكاين نيرو ودبا زي بلو خون يخل زلو خون يخل جن تزدلي نتزلو سرح
كمي جيركا نحادة رنافي سنة حسابهون مسرحي جيركا مقدنيت دفعو بزبن علامائي سلازي بازي نايلومي مدى بزي ناتكم تساعدة فنن نتعمي نتي مدري يحيلون يهبتمون مالتي إذا نقول كلنا دحر بايتان أي زي محبر الزوين أفلق أورب كنهلو أنا منتان أحسيري قبل زدلي بزعبا إردران أستراليا أن فتحن سلام حادي خابتي ناي محبركم إردران أبا أستراليا زقبر زنبري نفتات ناي تقاومو تدراري بوزمزي أب عمي كم حادي سرق سيفيك سوسايتي أورغنائزيشن بينهم تمسرت سراحي سلازي بزحو كي تزاربكو ابتي مدفق الاتو منتان اتو صالح اتو فوزي سعد دحرباي داناي غاشانا صالح قادي خبرنا ايمانتي لذلك اود ان نستمر في البرنامج واقدم الاخ صالح الاخ فوزي سعد حتى يعطينا تعريف كامل عن الاخ والزائد صالح قادي وشكرا العدالة والسلام. الأخ المنادي صالح جوهر. أيها الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشكرني هذا اليوم أن أتقدم أمامكم نيابة عن المنظمة أن أعرفكم بالأخ العزيز صالح جوهر. رغم أنه غني عن التعريف، ولكن من باب التواضع إجراء شكلي رحيلت إلي هذه المهمة، وأنا ممنون بذلك. أنا تعرفت بالأخ صالح عندما كنت طالبا في مدرسة كرن الابتدائي، وهو أول شخص تعرفت به في الفصل الأول، ومن ذلك الحين أصبحنا زملاء، وذلك كان في بداية الستينات عندما كانت كرن مدينة معروفة بنشاطها السياسي وموقفها الشجاع ضد الاستعمار الاثيوبي. وكان والد الاخ صالح العم ابو بكر عبد الرحيم من احدى اعداء حركه التحرير، وسجن عده مرات، وكان ذلك احيانا مصدر اهتماما والفضول منا للمعرفه لما يجري حولنا. السجن والاباده الجماعيه في القرى وتعليق وعرض الشهداء جبل التحرير في وسط المدينة كان له أثرا عميقا، ليس على حسب على صالح فحسب، ولكن على الجيل الناشئ جميعا. ومن الطبيعي جدا أن صالح يكون ابن بيئته الثورية، وذلك يعكس نفسه في مواقفه الوطنية ونشاطه قبل الاستعمار وبعدها، وفي مرحلة الكفاح المسرح انضم إلى جبهة التحرير في سنة 1974، ونادل فيها حتى سنة 78، وبعد ذلك انتقل إلى المملكة العربية السعودية، وبعدها سافر إلى الكويت وعمل مندوبا شركة كوكاكولا. وإثناء تواجده في الكويت، صالح كان يشارك في موقع بهاي، موقع مساند وموالي للنظام، وصالح كان يطرح آراءه، آراء مختلفة، وكان ينتقد أعمال وتصرف النظام الدكتاتوري، وهذا أدى إلى أخذ السفارة الإريترية موقف منه، حيث أن يتقدم بطلب جواز إريتري بعد انتهاء جوازه الإثيوبي، وطلبت منه السفارة الإريترية أن يقدم مكتوب يعتذر فيها وينتقد نفسه وإن لم يكن لا يجد الجواز الإريتري. وفي نفس الوقت الإقامة مربوطة بصلاحية الجواز، والأخ صالح رفض ذلك كونه مبدأ يؤمن به، وأدى ذلك لسقوط إقامته في الكويت. اتصل صالح بمكتب الأمم المتحدة والسليب الأحمر، وتمكن أن يجد قبول اللجوء إلى الولايات المتحدة الأمريكية كونه شخص لا يحمل أي جنسية. وبعد وصوله إلى أمريكا، الأخ صالح أسس موقع أواتيه مع زميله صالح يونس في سنة 1992،
وذلك تماشيا مع احتفال تاريخ بداية الكفاح المسلح بقيادة البطل الشهيد حامد إدريس عواتيه. موقع عواتيه ليس فقط أصبح الصوت البديل لموقع تهاي، إنما أصبح موقع يعتمد عليه الفلسطينيون في الخارج والداخل، وأصبح أيضا مكتب يعتمد عليه مراكز البحوث والدراسات والهيئات الدبلوماسية وأصحاب القرارات السياسية. الأخ صالح أيضا أجرى مقابلات عديدة مع مسؤولين إريتريين كثيرين، من ضمنهم رئيس الوزراء الملك يناوي ومسؤولين المعارضة الإريترية رؤيس النبايرون أحمد ناشر، الشهيد عبد الله إدريس، الشهيد فيوم عبان التأيل، عبد الله آدم، والشيخ خليل عامر، والشيخ حكم سلمان، والحنوم زبر مريم، وغيرهم. وأيضا أجرى محاضرات عديدة في دالاس ونيويورك وواشنطن وأتلانتا وكل جانب في أمريكا. مؤلفاته أكثر الأخ صالح جوهر كتابين بعنوان أحداء بسيطة وفي الملوك والملوك وقطاع الطرق، ويسرد في الأخير قصة النضال الإريتري ويؤرق الحكاية شعب رفض الخنوع والإجلال وقد جعل من مدينة كرن مسرحا رصد فيها بأسلوب ممتع وشيق أحداث ووقائع هامة شهدها الشعب الإريتري. أتمنى للأخ صالح أياما جميلا ومرحا بين أهله وزملائه ورفاقه في مدينة ملبورن، وأأمل أن تترك هذه الزيارة انطباعا جيدا، وأأمل أن تتكرر زيارته لنا في المستقبل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن أي حونا غالي صالح جوهر في الصحافة للطوطة الأيدي نجاك حفاق ومركوبة حكير بأقوات الجنازيرة وتركماية أبالات كوميتة محبر إريتراويان أوستراليويان لسلامة فتحن حونات غالي صالح جوهر خبرات بتومات أقديمة حقوقين إسكانين لكي محبر يطرب لكي سواهي برنزل الله على فنت صالح جوهر خلال يوم من أبقى صالح من الله زيد يوسف الطفاني قد كم بحلن تحت النار يحطو سلق هوني أحسر أبي لي خلال يوم صالح جوهر نبكة مع خرن توجدو نبكة مع خرن قاقب داماي خال هاي درجات ماهيو أنا مجمّر طاق التفاعل كله بالصالح، أما مجمّر طاق حمد قدامات لي مش جمّره يونيرو إذا خاء ناب مجمّر طاق كساتاتيو التخونتات خونتاتنا هواهن ناي كرن بيوح ناي بلوك كام كساتاتن إذا حاطة بالات محبر شوحاتي يوصروا لجنورو إذا سلو يخوني كتما خرن بتها قراوي سمعيتن أري قزعات من أبري من قزعات كتما خرن فلتها يعني رأي. ولاليو أتو أبو بكر عبد الرحيم كابتن أبالات محبر شوعاتي ويحركة يبهل هاجره محبر أبال سلو ينبرو وخصرو وخلو اتنو نيات نمفلات نهتا دبرنا اتي مأشرتن عد من قادن سوءات إيحا ناب كتبا مشقال ناب سشاتات يدبر جنبري بإثيوبيا ناب صالحن ناب صالحن شعو جنبري تولدو أبي سمبرات هاجراوي حاتن أحد الرجل بشيحك تشعات الانتساوان أربعة حاولا صالح جوهر ناب تقادل حرنة تكلفو سقار سوعان شمونتن تقادلو أبنداء حابو ناب سعود العربية يسرح سنحو خاب سعودية خاء نخويت بسرح مش كوكو كولا كمباني يسرح نبري أب خويت كلهم الشعوب
فلتك أنا بارك تهاي قوم ناي هبتف تكافيتن وشكان كوسكواس تكايتن ويبسايت صالح يتفل إيريتون نغفيتان يولوو تفحو في قصب نبارك إن باكي ناي رترانا بكوين يولو ناي صالح وحوف تك أولو سلقي نبارك صالح ناي رترانا باسبورت مش طلب ناي قدن بيصحف يقريتا تحت نفس الغفيتا تحف إلى الله قال حا إذي كم مدكن مرقيقي إيو مشل عالو نيخان إرتراوي رئيتوي فقلق إلو من نسلو ووخا آطلبو تنجيقو شالح بيجي باسبورت شلق ترفي ناب يو إن بيتك أحفتن ناب قيح مشقلن صحفي وتو بداي مشرا يوها ناب امريكا امباسي كم ستة كم ستة جنيا اغروب امريكا تقبلت توها وخلت الشيخ انا تبهرت ناب امريكا ناب امريكا اتوي اب امريكا مش بدايو شان هيوش حتش ويب سايت عواتي كوم مشرطو بحاجة مشترم قلت الشيخ انا تبهرت جمرو مالت عواتكم بيوحات الرتراوية نبو زائد أبو شتن يولو تراحي يخنو وزاعت نياتات موياوية نب قرن أفريقان الرتران تقدى خدمة يولو كم إمباكي يخن حققتن ناي مجنعت مدبران كم عواتكم كم يتقوم يحبر هناك الحمس بيوحات الرتراوية إثيوبياوين إثيوبياوين قال مطيب أكايدو ليو كاباتو مقدامي من إشتر من الجرناوي كاب مرحتي تقاومو رويت اللبايرو أحمد ناشر فو عبد الله إدريس مش فو سيوم أوباني كائب مش تقادلاي أدحانو قبر مريم عبد الله آدم شيخ خليل عامر شيخ حسن سلمان تولد قبر سلاكي مش عبد الله محمود ويترفيه هناك نحن بجح بوتاتاك في منارات كايدو نحن دالك نيويورك واشنطن أتلانتا نحن أوروبا تعدمو بك حلف عمد بجح خيباتات كايدو كابتن يدركت مكحفات حنتي قليل مقالة نحن مكستات شفات جبلائيا نعم نكستات شفات بزعبة تاريخ عالسي هجبن هجبه رتران بحلف خاها نعم كرم جنبري ونطاق ناي هجبنا مشوات نتن تبع نتن يقلف تاريخي مثال حاونا نرزي مقشو بحاقو سنتعنان مش شدرون أحوات بشوت تدكشتو خحيفو تشفاء قبر قبل عليو خاها أو انتاوي مخوني لإيتو بزعبانا إذا هاجرت تشكيمو خير تكفى دبر شكرا لك أما الآن ندخل في موضوعنا الأساسي وهو الندوة لكن قبل ذلك يعني أحب أن ننوه أنه فقرات البرامج هي الآتي ستكون الجزء الأساسي في هذه الليلة المحاضرة ثم بعد ذلك الأسئلة وقد يتوقف لعامل الزمن والتوقيت للصلاة إذا كان ممكن الأسئلة والأجوبة تكون من فقرتين قبل الصلاة أو ونواصل بعد الصلاة ثم ستكون هنالك بعد الأسئلة كلمة لعمنا صالح حمدي ثم بعد ذلك ينتهي البرنامج. بتدرينيا يغني لنا نبلون صالح يعني فوزي سعد بس تقربون إلى حماية أفريقيا تعبا بشانا صالح قادي أبو قتلنا أبتما دبنا من أتو كدميون أفريقيا بتي زلنا ناي مدب كنفلت مالت مجمرتا تقندي ناي زي ليتز نغبرو قدائنا تي مدرو قينو دحريو ناي حطون ملسن تناي حطون ملسن مسكت زي الغي ناي سلات مالتن دحر
لذلك لا أقول بينكم وبين المتحدث الأساسي لهذه الليلة الأخ المناضل صالح غادي الذي تقدم في تقديم ورقته إن شاء الله. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مدين للمجتمع الأسترالي دعمه المستمر ونيابة عن نفسي وعن زملائي في عواتب.com أشكركم على دعمكم المستمر. أبنائي أو إريتريان أسترالي أسألي قبلنا بالتحقيقات بشنين بشين بصوتين كمسلمين فتو. أشكركم على إتاحة هذه الفرصة للتحدث أمامكم أمام تجمع وطني يمثل صورة مسقرة عن إريتريا. أشكر مشرفي وأعضاء EAJP لأخذ المبادرة وترتيب هذه الاجتماع والعطايا فرصة لزيارة أستراليا، وكنت دائما أريد زيارة هذه البلد ولكن لم أتمكن من ذلك لأسباب كثيرة. أشكركم على إعطائي فرصة للتواصل مع أصدقاء الطفولة والأسرة والأقارب ووطنيون كثار عرفتهم من بعد على مر السنين، والآن يمكنني أن أربط الاسم بالوجه كما يقولون. أزينا زي فريجت نويز قبل لي عدمة زي أقطع ميك مسبنا مفتو إذا أخي لازري أزلهو قستانا يرترا وكان يرترا زمسل قدس كخوم تسفا قبل ندالوتي كمسكرم فتون إجاب نجد دايد للسنة سلو كم أول أستراليا لتصح عدل زهابوني من يعطي كل كزيه إذا قاعد عاوز دبي نيري كان لو يحكي زيه خلنا نصح حسب نيري قلت بقى لك بجالة جالة مخنيات كان على كالن أبزبه من سيكا مش ناي نقسلنا تنما يكل عنتنا عربوت مش بزوحاتها قراويان مش مبزعتهم سبات بس ما تنطرح نسبة ترمزور كلهم يقول صعب كل يوم مش تسمعت قد كلاك بعد يستوحى بني يغني علي كم مأتوي ناي تتوهي بالنزل له سرح كاب مسكرة كنت عشان عصبت خلطين كجنري كمداخلة أو كمقدمة سأبدأ من شهر سبتمبر السابق. فمنذ شهر سبتمبر من هذا العام يواجه أحرار إريتريا استفزازات خطيرة من بعض القوى التي أرادت أن تختبر إذا كان هناك شيء يتمسك به الأحرار بعد أن فقدوا كل شيء تقريبا بعد أن فقدوا كل شيء عزيز لديهم. وكان الاختبار عبارة عن إنذار هز كيان الجميع ودفعهم للرد بالمثل، وأثبتوا بذلك نوع المعدن الذي يصنع منه الأحرار. فقد اندلعت الحوادث الأخيرة بشكل متعمد كتحد بالهجوم على شخص بطلنا حمد دريس عواتي، وزاد ذلك من عظمنا. ومرة أخرى نبهتنا تلك الهجوم بأن ما هو على المحك أكبر مما نتصور. قد غيرت تلك الهجوم الطريقة التي نرى بها الأشياء، قد غيرت نظرتنا إلى المقاومة الإريترية بشكل كبير. الآن يوجد ما يعرف بالمقاومة ما قبل سبتمبر والمقاومة ما بعد سبتمبر. الماضي زاد. لقد تغيرت الطريقة التي نرى بها ونذير بها مقاومتها. طب مسكرم كجمبر زبلكو مغنياتو أبز حالفة مسكرم عابتنا
تعمسون كور زخوني بالدهو قتي من معي زغا بناتي الرأية كم حادث فتناقي ريز وسدو هاقراويان إريتراويان كل نقر كام إذن مستفئي انتاي نتوم مستفئو هاقراو نتوم مسحاسسي زكالا خلولو نقر اللو ومدو ويس إذن كبو يمزب الفتنة خيون يرأيني زي ترخبو لا يمرح تشعتي تهاقراو ولنا هاقراو سمعتنا انكد كتوريو التبو الداي كما فتن تاغباهي نعم عواتي الدفرت أب عواتي يكون انت تزنزيرو عقمنا المفلات انت هاي قبل ما تسخو بخولو عبتخال اي دفرتن عبتخال اي كنت داين كما مسجان استقلوا من يريزو سلازي سلازي قداي نايز حلفة مسكرم الرأيانا عبتي تقاومو بمسرة خبز الوقت عيز أمن لوم ليتي تقاومونا أكلتي مدرخينا الرئيو ادنو مسكرمن دحرمو مسكرمن إلا نرئيو مخنيات عابي نتو مغيرو سلزنا بني أب مسكرم سترخدو قداي تلك هي الخلفية للحديث الذي هو في أطار الموضوع الذي اختارته إجاب وعنوان إريتريا اليوم وإريتريا القدر ولكنني اخترت أن أعود بكم قليلا إلى الوراء استعراض الماضي الذي وصلنا إلى ما نحن عليه إلى ما نحن فيه سأبدأ بإريتريا الأمس إريتريا التأسيس التي أوجدها لنا أباؤنا المؤسسين وهي إريتريا التي سالت من أجلها الدماء ونحن نتألم من أجلها حتى الآن وطننا الغالي الذي نحتفظ بها في قلوبنا سأبدأ بإريتريا الأمس أي بتاريخها لأنه دون ذلك لما كانت هناك إريتريا نغلق عليها أيضا لأن اليوم وطننا يعاني من الطغيان ونتمنى أن يكون هناك قد أفضل لشعبنا فمن الضروري أن نتحدث عن التاريخ إذي كم مأتوي مبقسين أي مدريك قمرو حاسي بزلغه الترئيستي بإجابة صحابني إريترا نايت مالين إريترا نايلومن إريترا نايت صباح أبزبل ينيرو قلب علي نتعنت وسيدة حدي سالساي كفار وسيقل له إريترا نايت مالي زبل وسيقل له سلزة تحديث تيما إريترا نايت مالي نايلومن نايت صباحن سلسلة هذه كفارة من الليل أنت. التيمة جمرية بنات مالي إريتريا جمرية. التا خمسة من فلتا إريتريا مشرة اللوز نبرة كذي تبي تمسكها. إذا حجز لنا إريتريا بزوج عظم استخس كساب بزوج دم زفاس هاجر. كساب حجز لنا زور الله نحملنا لنا هاجر. كبرتي إلا نقصر هاجرنا. قبل بنام أكون نتنام أثريرنا عن الحزاء إريترا نايت مالي تاريخها أب تاريخها قد تخفتني مخنياته بزيكا إريترا نايت مالي إريترا نايلومي نقوم زور لنا نحمل لنا مهلوة الميرا هم أول إذا نايلومي إريترا تحرفوا ذلك الأسكامات بسنكي تعبيتن مجزاتن ما يتمالي تزيرينا ناي لو مخبر هالناس هزيك ناي كل لاتنا تنيتكا نهزبنا حادة تعوي برو صبح ونصومو تنيتنا سلزغوني كاب تاريخنا نقلنا تتك زاربنا لي حيش زي قنقم سلزل لنا إذا رأى أحد منا بذرة نبات وعرف شكلها فمن السهولة تخيل الشجرة التي تنبت من تلك البذرة والثمر التي سوف تحملها تلك الشجرة يقول سيزر العظيم سيد فن الخطاب والبلاغ الروماني
أن تبقى جاهلا بالأشياء التي حدثت قبل ميلادك هو أن تبقى طفلا إلى الأبد، ونحن نرفض أن نبقى أطفالا إلى الأبد. فلذلك عرفنا تاريخنا ولا زلنا نتعلم ونعرف تاريخنا. نرفض المشاهدة بسمت في حين أعداد قليلة من المخربين يمزقون تاريخنا. نرفض السماح لهم بتجريدنا من هويتنا. نحن نرفض أن نكون غير مبالين بما يفعله الأشرار الملعونين. واللعنة هذه ليست مني بل من الإنجيل المسيحي المقدس الذي يقول في ديترونومي 27-17: ملعون هو الذي يزيل معالم وآثار جاره. هنا بسد الدفاع أو التركيز والاهتمام بالتاريخ لذاته، ليس هذا الغرض من حديثي، ولكن لرفض ما نتج وينتج من جراء تزوير التاريخ. حادثة فري ناي تخليك ابن مزرعة انتاي نقانا عيني ثاني حرفريتو انتا عينت قرب كم توصل انتا عينت فريخ انت تصور كفلتو يخيلي سيزرو توري رومانوي مداري كم زبرو ادمي خاز تقبري تاريخ مالتي ادمي خاز تقبري نقر زي مفلات نزل علم عشان قرعه كان مباري يبري نحنا نزل علم عشان قرعه خلنا نبري ندل لنا سلزي خاء تاريخ مالتي فلت بقد سعي خاء لكم تفلت قلت قلت ايامتي تاريخنا هاقرنا نكبراشو سعلنا خلرئي هاي قبئين انتاينتنا صريقهم ملكع زي بلنا مقلص زي بلنا سبات قبرنا سقلنا كنتصدي عقبين رخصات وحدات كبلاشو سقعين رخصات كأقلية من القارة الحركة الإسلامية كإسلام أبدي تورونا مي بسران شعاتنا عسر شعاتي انتاين رخوصي مسرت أسر قربيت ذل قصب يو مسرت قربيت كا نحن ذل قصبوكا رخوصي خا رقوم خا زلاتي زرواي كنا نعمل صحابك زرواي إذا خان الرجال بنا أسر ماي قصالو ملكة ماي قصالو تاريخ نزمع عوم أنت تاريخ هاي كنا ما تاريخ فقرية بنا أنت إذا تاريخ نزمع ما أنت سلزيس تاريخ استجبره انتهي مقانا من الفلات تاريخ كيف ركين كغير نقوله انتهي وصيح كمزين سلسل انفلت بوينا تاريخ كمو كسي انا رئيه دعنبر ناي تاريخ ناي تاريخ ناي كدم يدليت ويدحرك من الاسل اندليت هاي كمان في عام 63 تم هذه المحطة بنسلفانيا في الولايات المتحدة الامريكية في مدينة نيويورك وذلك لإفتاح المجال لإنشاء مباني ومجمعات تجارية وذلك المكان هو ما نعرفه الآن باسم ماديسون سكوير جاردن للمصارعات والحاجات اللي شايفينها لكن هدم المبنى الأصلي لمحطة بنسلفانيا وهو كان يعتبر من المعالم الرئيسية لمدينة نيويورك تسبب في ضجة لا تزال مستمرة حتى الآن اعتبر سكان نيويورك المبنى من المعالم السياحية والتاريخية التي ينبغي الحفاظ عليها ولكن انتسرت المصالح التجارية وتم تدمير محطة بنسلفانيا وحينها عرضت جريدة نيويورك تايمز في افتتاحية على الأرجح سوف لن يحكم علينا التاريخ بناء على عدد الآثار التي بنيناها بل بناء على عدد الآثار التي هدمنا في السنوات العشر التالية أدى الاعتراض على المعاملة غير مسؤولة لهذه المعلم التاريخي أن تصبح محطة أخرى هي محطة جراند سنترال محمية بقانون يعرف لاند مارك بريزرفيشن أكت أبس السنة سلسة عام تمرت أب نيويورك من سيلفاني ستيشنز بهم لا ما يدور مجدي كم تاريخه ونصاز الرئيس نبري كفرست وسيو
فرشل از نمره مغناطیس کانتایی نحالی نه نیت کلاتن انتقاطاتن خبر تباهی فرشو آبودو قا مادیسن سپر کاردن زبهر تیوری نه توریست صحابی آبیار که هنیت سو هزب نیار دسای بلوم زحت عامریم اما چرا شگن اتی نه نیتی تقطات سلیست عوته کفرس فرشو أبلاين الهنساء ومك تاريخاوي هنساء لكيسو أبتك ذيتي نيويورك تايمز رس عنكت صحيفو أبتك رس عنكت انتايلو تاريخ بتين هانسو زلنا مسلثات ايبنا كفردنا انتايدا بتين فرسو زلنا مسلثات كفردنا يمل ازي تقاومو نخساب عصير تعمد تخوون كتسئلو لحر عصير تعمد حادي Landmark Preservation Act زبل حق وزيو مو مسرد كاب كله تاريخه ونصاتات كعكر تخايلو نحن لدينا تمثال خاص لعواتي وذلك في ذاكرتنا تمثال لرجل شجاع وحيد يرفع بندقية لمواجهة جيش هيلة سلاسة القوي تلك الصورة مطبوعة في أسانينا والآن المعتادين يستهدفون ذكر عوات التي نعتبرها قاليا حتى ذلك لم يسلم أصبح مستهدف إذن ماذا تبقى من جذورنا وتاريخنا وفقرنا وملهمنا ومن حقنا بل من واجبنا أن نحمي ذاكرتنا حتى لو اضطررنا للذهاب إلى تمرير قانون يمنع التعدي على الرموز القليلة التي تركت لنا الظالمين لا يحبون التاريخ ولكنهم يعشقون إعادة كتابته الحكومة الإريترية هي مثال جيد وأنها بارعة في طمس تاريخنا وإعادة كتابته أعتقد أن ما لدينا من العلل الحالية كلها سببه خطوات سلوك النظام الإريتري المجرم المتهور وكره هذه النظام لتاريخنا كأمة هو عسير الفهم أود أن أؤكد وأوضح ما يعني التاريخ بالنسبة لي بمقولة جورج سانتيانا أي دولة بلا ذاكرة هي بلد المجانين نحن كإريتراويان بخلص زوج سنة أتذكر تاتنا نحن قلنا إرثي عواطف كل جزيرة السفرية التي نحن قلنا زلو إرثي حادي تبع زمرتت على نجاحيزو نتي عقل خدمة ذيك الحياة سراوت هاي السلاسة يزقت عنه إزي تسوي تسئلي أو حمد الله زي حجيكين قلقل وقلا كساب زيتم حمد الله حزاني جلنا تسكاروي كل بسوة دي سلمان تايك لداني كبير كساب تذكرت عواتي إذا أنا اشتغلت قطفنا كارو، بس أنا نايم حسابات، حنقول ناس اللي هو تذكر ذات سام عاود محل ما يكارو. عملت أني أتحت تاريخ فوتوين. أنت هيدا نت تاريخ سريزم حدش تاريخ كل صحفوجني، كم غير مسوت ولا غير ولا. حدش بصحفوج فوقي، اتزنا من أخرك فوقن عيد بني. الإي زي أبي رتراز اللي سرعت التاريخ زلو وصلي من المقهى اللي دعنا أنت ذيك عليه أنت سوري تنازل بس أجا من سوري تنازل حد قال كسب حد جسات حواز الله غيرنا بقلي نزق جم أي فلان نعم تاريخ انتهى ما نجي أبز بعد جورج ساتيانا أبز بقوله غيري ترك ملكون انتهى بري زخونة هاجر تذكرت زي بالله عدد سلولاتي أي عدت صغرات راحي تذكرت زي ما عدت صغيرات تفهمون كل زي تذكرت أبا حبوا خات تذكر زعل خلوا ولا تذكر حبوا خات تذكر حبوا خات تذكر ما سبت خات تذكر تذكرت زي بالك كم هاجر يلا خان مالتي لذي عدت صغرات من كمالتي عدت صغرات من كم قاعدة لم تكن إريتريا دولة عنصرية ولم تكن لشعب واحد بل كانت دائما بلدا للسكان
يقيمون فيها بخلفياتهم المتنوعه. تم تشكيل اريتريا على فكره الحريه والمساواه والكرامه للسكانيه. شيدت هذه الفكره على عده دعائم، والشعب الاريتري باكمله وافق على نوع وشكل هذه الاركان او الركائز. انتخب الاريتريين من يمثلهم وقاموا ممثلين الشعب بالاتفاق على عقد اجتماعي، وتم التوقيع على العهد وباركت القوى السياسيه ذلك العهد، وهكذا وضعنا ما نسميه الركائز الاساسيه للامه، الثوابت الوطنيه كما نسميها باللغه العربيه، او هاجراوي عود عمد مسرت كما تسمى بالتجرينيا. وثانيا على حد تعبير جورج سانتيانا، محكوم على اولئك الذين لا يستطيعون تذكر الماضي ان يكرروه. إريترا هاجرنا وقلنا هاجر الاثنين. ناي حادث ليز للهزبي هاجر بينا ونحن الاثنين. نتم كلهم حقيقتهم افكار سانتيانا وبروسابا ناي كلها تقوى. بيستفرا لي دحر بيت ام بيستفرا لي مدقات ام ناي هزبا وننتيا. زالوا من فلتا إريترا مسرت كلنا أب حساب يا تنسيتا تحساب كأ نتعنت معلنت كبرت ودسب أبزبل علامتات حبيت علامتات حبيت مربوطات هذه يا تنسيتا. إذا حساب زي كمسرت كلنا بزح أعمد نيرو إذا عندك زغ الناس كله خالي ملو سيارة ترى تسمع مع العنيد هذا هو بين وبين الشرف عندي لك يا ترى زبي إيرا ترى وقلت بيلو أنت عين تعلمت مقارن على أبيك صفقهم زلهم إذا كله زبي إيرا ترى وقلت تسمع العنيد كم زباوي سمع ويكونترا قال كذا قال تفرمي أو كذي أزلا برا حزب زوكلا حزب أويا بوليتكا ومحبرات ومباريخ نوية كابزي تلعينا ويكابزي تلعينا وقوتاتنا التحجي من عقوبون من الكلاخ اللوم من الحنون ذلنا عنود مسيس طمون إزي بعرب ثوابت وطنية يبهد تبين يا هاقراوي عمد مسرد هاقر إلتران إيو أبزي كتبوا تدليني إنفاسيس إن دقنا خمس أوغا الأجزية جو سانتيانا تايبل نا إذا حالفة أوان كذكرو زي كولو سبت نعو خدقا بومي أمزنو بنزل آلم يبل جاف لاز دلي كلنا مناقبات حاولنا دهن حسكا خمتن تدكا كلنا نفلتين زي فلت سبيبا حاول لا تحزات نتيت المعازل التي آخر تأثر إتناقل تذكر سنة الله. الكل يعلم بأن النار تحرق، الكل يعلمها، لكن لا أحد يتذكر متى يعني عرف المعلومة هذه أو متى وعى بها هذه المعلومة. وهذا هو التاريخ، لأن بعض الأحيان التاريخ يكون أبستراكت خيالي غير ملموس. إن البيوت التقليدية الإريترية في الغالب هي تكل أو هدمو، وهي تقف على أعمدة تحمل ثقل السقف وتدعم الجدران، وإذا ما تم كسر أي من الركائز فإن التكل أو الهدمو سينهار. يقوم النظام الإريتري وزمرة الهكتف بهز أركان إريتريا بلهوة، وإذا كسرت أو تلفت الأعمدة أكثر من ما هي عليه الآن سوف تنهار إريتريا. ولهذا السبب أننا بحاجة إلى حماية الركائز التي تحمل إريتريا معا، وأن تدمير الركائز الذي يجري اليوم تحت قيادة النظام الإريتري وغيرها من المراجع الشوفينية المتعصبة هو الخطر الكامل، وإن دمار سلامة ورفاهية إريتريا قد يتطلب محاربة المخربين الذين يقومون بتشويه وتدمير بلدنا ويجب إيقافهم. لو تم احترام هذه الأركان من الجميع بشكل صحيح والحفاظ عليها وحمايتها فإننا لما واجهنا اليوم
معاناة اليوم. وها هو اتصال الأمس باليوم والقتل لإريتريا، وذلك يعتمد على سلامة الركائز أو الثوابت الوطنية. أب إريتريا كنت عينت عندي بعض كنت عينت ناي الجزاء تمام سأل حدثت تقول أبدو كان أي أفنوي زخ التين ساعة أبا عندي عن ذلك أو يذوزني إذا عندي نتي لعلم كلام ما يتجزا يسكر نتي زلو منادق ما يكبها يدلدلو هذا عندي خارج عرض إن حيث تسيرو يفرس يتجزا إريترا أبستوى السنة عنو ديال دولة الله إذا زلو سرعات كالي نزي عنود نمك القطن كسوبرون كبلاشون عدو علي فريتزا إذي سرح زوكنا قلت ذيك إلا إريترا حدقاء ناين مضاء حدقاء ناين فراس حدقاء طمع حدقاء يدلي إذي بالكدف راح يكون انزغي يتزلو هدف مسلتي شوفي ناويان سيوقع تسباتون إذي سرح ذي ليت معاكم بس بس قبلو مرأي لنا سلازي تا إريترا براها قلنا خلينا نحن نحبنا نزوم سبات كن بدهم ما يقدر النتيجة إذا عنا جزء خد الحين نحن زي كي يقع إريترا خد الحين عايز الدنيا شو الحين أنت تقول قل إذا حد يقول زون الساعين زي الناس قيادة أي مدلين أي مهلوب من اللي إننا نحمل هويات مختلفة طبقات منها ونحن لا نخجل من هوياتنا فهي فخرنا هوياتنا ليست شتائم أو كلمات بذيئة حتى يطلب منها أن نستحي منها هوياتنا هي لنا وبدونها نحن لا شيء انتينتنا أبستفلالي درجات درجاتات من النتها لنا زمن النتنا فرعتنا زمن النتنا انتينتنا بزي هو قاني ملك غيرنا وزي بلوسكنا من النتنا تسعرفي كنن وين أورام أنا واري كالات هاي كنن بمن النتنا كن حفر زد الله زلو سلنتاي انتاي النتنا كم حالي نورام كالقرنا كن حزو زد الله زلو سلنتاي إزي حالي خاتي يحسو لزلنا أريتريا ليست ملك لأي شخص لوحده فأنها ملك للجميع كل أولئك الذين يحملون جنسيتها وأولئك الذين يعتبرونها بلدهم ويرتبطون بها وتستند الحقوق والواجبات بناء على الانتماء والجنسية على الانتماء والمواطنة لا تمنح أو تمنع استنادا على أهواء الزمرة التي خطفت مسير الشعب المظلوم إريتريا ملك لجميع القبائل والعشائر والأفخاذ إنها ملك لجميع الأديان وإننا نتمنى ننتمي إلى جميع مناطقها فنحن من حماسين ومن بركة ومن ساحل ومن أكل وفزايب وما إلى ذلك نحن مسلمين ونحن مسيحيين نحن بني عامر نحن سرعين نحن سلحيت دنكالية بارية وما إلى ذلك نحن نتكلم الساعة ونتكلم البداوية والبلين والتكرايت والتكرينيا ونتكلم العربية وهي أحد إحدى لغاتنا الرئيسية هذا هو تنوعنا أننا نتعهد لحمايته والحفاظ عليه ونحن نرفض أن نختزل إلى أمة أحادية الثقافة بناء على تصريحات صادرة عن إساس الشخص المسلم هذه الهويات المتعددة الطبقات هي تنوعنا كانت دائما معنا وسوف تظل كذلك ولكن هناك من يرون إريتريا وكأنها مزرعتهم الخاصة وها جسمه هو إعادة سب الهويات الإريترية في قالب جديد وفقا لأهوائهم وهذا هو سبب معاناتنا وقلقنا الحالي وهذا هو التحدي الذي نواجهه اليوم ويتطلب منا مقاومة شرسة وحازمة فكفانا الاستمرار في المواقف الهزيلة والضعيفة وكفانا من النهج الخجول
إريترا ناي حد سوي قلت ناي قلت ناي إريترا ناي توم زي قلت هذا صور سرعتها هاجري هذا بلاس إريترا ما فيها ببؤن مسلاتن أب هلاوي ناي تسبع تعدي رجعت مسبين كاس أساسرين زي قلت وين أنا ولد هاجري بالزبل كله زوحب أمبر بوين تخا وي بحالي جزائي دس كبلون توكا دس كبلون زحدي دكا أيكونن إريترا ناي كله قبيلة تاتيا ناي كله إندا تاتيا ناي كله هاي مانو تاتيا إحنا أسلامنا كريستيانينا دك حواسينا دك كاتولوك زاينا دك باركاينا دك ساحلينا تبرير الزارب تقرينيان الزارب عرب الزارب قليل الزارب كل سؤال قصتنا عرب من حد خط عنده عن قلعي إذي إتي بزحي نتنا أبزحو بل دايبرستي نتنا نزينا أكيد أنك نأتو زرنا إذي عينتات ويستفلالي من نتنا من عقب كده أنك نأتو زرنا مكاومة نقر انترلو هذه جزاء سرعة كم فابريكا أو حدا تاني كاتش أبليقو أو حدا بهلي كتعم غلاء أين أقبلن ناتنا ناتنا زي سرعة قبل زلو سرعة من أين أقبلن زخون هذا رأوا ناك أقبلن إريترا قراتنا إساس ويدك مزام تطوع يكونتن بتين عوز مثل مثل غيره خرطها هكبره يبلن بقاومه بتري إذا سلا زي قبرنا إن خسر حجي عقلنا تسبلنا زلنا نجنا أنزلنا إذا خالومي كم بده زلنا بترن بترعتن كم قط زلنا نبيتنا قبله من نيو لو من نيو إذا بحر كل إذا من بتن ميت قبله من نيو إذا سقف تقاومه كبك لا يدسم بالني إذا حفر تقاومه كبك عنده يدسم بالني زينا كن حجز نبري حفر الرأي أتمنى قصدك دس إرث عوزة كم هريعو بمسلم بمهنة نتون بتجب أن نزول أنا قرن تريو خاتك بس يحون الله بهالعين تحديات اليوم تجبرنا على طرح سؤال كيف كان سيواجه عواطي الهجدف لو كان على قيد الحياة وبصحة جيدة مثلاً كيف كان سيقيم القسامات حاضرنا؟ هل كان سيردد ما حدث لنا كشعب وكوطن؟ فللعثور على إجابات هذه الأسئلة إننا نحتاج إلى حماية رموزنا حتى نتمكن أن نستلهم منها الأجمل ونكون مواطنين أفضل مواطنين نتحلى بالشجاعة والمسؤولية إن عواته ليس معنا اليوم ولكن علينا أن نحذر من عدم خيانة أفكاره ومبادئه وأن نفكر أن لا نخيب أمله كما لو كان على قيد الحياة كما لو كان لا يزال يحمل بندقيته السريعة وفي كل أزمة تواجهنا إذا سألنا أو تخيلنا ما كان عوض سيفعل ماذا كان عوض سيفعل أو كيف كان سيتصرف هذا من شأنه أن يساعدنا في العثور على الرد وسوف نجد الجواب الصحيح ولن ننقمص في بركة من الجشع والجبن والأنانية كما هو الحال في أقسام كثيرة من الكثيرين وبدلا من ذلك سنجد مصدر إلهام لنا أن نكون شجعانا نفكر على أسس وطنية نفكر على إريتريا بكاملها فننظر إلى واحدة من تصريحات عواتي إريتريا لن تجد حلا إلا عندما يسعى كل أبنائه جاهدين لإيجاد الحل معا هذه مقولة تتكرر كثيرا نايلو مبت دهوتات حد حتو كن حدد يكد دهنا لومي عواتي بيهوتو نيرو تنزخون نزيز بقات من نازل لو نقر كمي كيروخون بطعون نيرونا حتى تصور حال حد بزيان ازي لومو ريد النازل لو مفنج علن مفحفحن كمي كيرو مقنقوما نيرو
كم حزب بس نازل لنا ويك نطلع نعمل منكم حزب دسنا ولا نقول إيش حطت تحت الزحف حنسة وأسرع من حطوا الحمد لله الحزب حد بزنا منتي أتلاقي بو يقع كل بزير علكات تموتهم بخبري أو حنقول خاتم بروم مرح تزرب يقع مخنياته كم زيد سجل بزير ركب كلنا أكلس تايم قبل أبويا زم ساين يرتزقون تايم قبل كلام زين يرتزقون نبلي نحن سب أتي هاجراوي قلنا قا شكرا بزقت منا زا شكر زي أسقاط غني جرون قت أمانيه أنت نبلي من أربع ملزخ لك مخانا مخنياتو أبو إن قبره نجارات عواتي جماعة صورة في مقانو بأنت دحنا تزلي رتراخ أهيوت وزهابي سلس قرين إتي نسوس تسوب أرلون إتي نسوس تبكو سلون علامة كن كحدون كن نتقون أجبين أبو حق أن يفات نكونا لنا أتي going back to the roots مسألة من الاسم جلال لنا خطر على السنين مسألة سليدر نايز كل بس نازل لي مسلمين سلزي كوبوتات عينة حتو أنت نحطت التوم تطبعات أنت نذكر متابعنا التوم حق إني أفعل تنذكر حقي نفردنا سلزي لاي مورال صقي زي بلنا قلنا إزخاء يبود عنا اليوم نرى حركات الشباب وهي أساسا أنشطة يوم حافل اجتماعية على الإنترنت وما شابه من وسائل الإعلام وهي مع الأسف يعني مش كلها لكن أغلبها لا مجرد عويل لا نهاية له بكاء بكاء بكل ما تواجهه إريتريا أو شعب حتى الآن معظم الشباب أما بسبب الجهل أو بسبب عوامل التحيز الاجتماعي هم أول من يقللون من شأن تاريخهم وتاريخ قضام المحاربين في عهد الكفاح والرعيل الأول من المعادلين الشرفاء لن أقول الكثير في هذا الموضوع ولكن أحب أن أكرر فقط ما كتبه صديقي صالح يونس قبل أيام قليلة وهو يقول لا نحتاج أن نعامل فترة الكفاح المسلح برومانسية بل يجب أن نعملها بنفس الرومانسية التي تناول بها الصحف الأمريكي توم راكو في كتابه الجيل العظيم حينما كتب عن جيل الحرب العالمية الثانية يقول صالح أنا مقتنع 100% إن ما يحدث في سيناء عمل غير إنساني حيث يواجه الإريتريين معاملة قاسية ومهينة لكن لو كان ما يحدث الآن قد حدث عندما كان جيل الثورة والرعيل الأول في العشرينات من عمره بالتأكيد لما اكتفوا بالعرائد والعويل أوي أوي ما كانت وقفت العملية على كده لو كان ما يحدث الآن قد حدث عندما كان جيل الثورة والرعيل في العشرينات من عمرهم لكان انتقموا للضحايا وكان المجرمون دفع الثمن ومن جاء بعدهم لم يرتقي إلى مستواهم في الدفاع عن الكرامة الإريترية لومي بزح نايم الإسايات ضبال من كسقاس نرينا مبزحته أبضى الإنترنت استمر كسيء إزي مبزحته كله بلي اللغن اللي تقعيات سنتالو كل مبزحته نتاك وينو نايم قصور نايم أويات بوتا وينو حما أولا خابيري تراح مصور ووي وي قلت زي الزمن قد أخر أكلم كم زي نايم حياة ما تحياته ومتزرفه كساب حجي مبزحته التمين إسايا زبل وي زي مفلات وي ما تحبت تساوى من صحفات السكين وصلي من سي خون بتقدم حجز قبرز نمرة قاسي نايم كلام بتقدم حجز قبرز نمرة مسواتي من آس كنت فطر زي من لاي كم زي تاريخ كام زي كنا أرحك كام زي تريدوا تلعقوا نقدر بيروح حزوه مرينا
بزح بزح قداي زي بزح خزارة بيدلن قرب سجن تخلص دلي دللي نجار الله بس أي صار حينو سكني قلم عتاد الصحافة ناتاد سي تنسية انتهي بال بريطانيا قال سي ويجد إريترا رومانتيسايز وي بسمع تاوي الرأي الجماعة يكون لنا حزور انتهي ده كنتي توم براكاوز بحال وريت صحفي جازيتينيا امريكاوي هذه مصحف تعني هو بزوي مصحف توم براكاوز عم تاي صحفو the great generation مصحف صحفو بزعبا مني بزعبا توم كالعي وكعلم متدرت امريكا وين ما فقدوا زوا دقون افقدوا مستوى بزعبا قناتهم مبس يصحفو سلازي نحنا نتينا يسورا نبار تقادلتي قدامه التقادلتي نعوم كريم كلنا بسمعت زي كونس كمزي ناي توم براكا والرأيان خبرتنا اليوم مغنياتو أبقزي أم اتزقوا بأم سلزوا تصنوا أبقزي أم تقبل زلونا قرص سلزوا حجي تايب سالح الله قبو إزلومي أبسينا أزقبر زلو كاني أب إرتراويا تعمل لسكح كحيم جن يبل 100 متر قصينيا اي وزوم تقادلتي نايت مالي نايس ساتاتي كل نايس سبعاتات دي نمبر تقادلتي اب عسرتات ادمي امم كله زقبر نيرن تزخول ازي نايس سينا بزوح رأس من الصفانية يحاول على نذارنا وتاريخنا ويعبس بها ويحاول ان ينقل فخرنا ويحاول ان يطمس ذكرياتنا او ذكريات شهدائنا ينقل حرية شعبنا ومعاناته وهذا ليس حليفنا نحن نحترم شهدائنا ونشعر بالغيرة من بلدنا ولن نسلم للقوة التي تسعى لتقسيمنا تنجح بالطبع يريدون منا أن نكون ضعفاء حتى نكون فريسة سهلة للمخططات الشريرة لإعادة نظام الحكم الذي قاتلناه على مدى عقود من أجل القضاء عليه إريتريا وشعبها لها ركائز وسوف نقوم بتجديد تلك الأركان إن شاء الله وكشعب إننا دفعنا ثمنا غاليا لإريتريا ولن نسمح أن تكون ملعبا بالسفهاء أولئك الذين يكونوا لم يكونوا من أنصار العدالة حتى من باب المجاملة أولئك الذين انتظروا مختبئين بخنق إريتريا حين يتأكدون بأنهم قضوا على عزيمة الأمة الزبلاز الرقو امتدأ كان الفحل لنا شحكة بعلي انتهينا تلتا زي جلسنا ابزنبو الدبات دير لو منتعين اتخابكم زلو فلازي خاب امم لتس انت دي بلنا انتهينا تنا شون دي حرفينو كاب ساعة ساعة كارتو قوصا زي انت وحادي ادمع خورا لو توت اخابنا كل زرية زلنا لو خاب كل احنا حبو ايكونن متأخواتنا بقول كرايتيريا استحوسي يمثل كلتنا نفلطينا قلنا كيدنا خلوب لهم زلنا انت دعال قلنا خينو علي يخل انت وحدة قلنا خلي دمع لخير انت وحدة خلي معنا خفل ناخد اللازم لخير مروض سايكونا قلنا بكم وحن كليل كان يقول عمثاتي حلفنا لهم بفرهين بسكتان انت دعت الإيمان زلوا كن ترى زين خل كنا التمت ترى تعز زلوا خن عالية زين تقولنا التمت خاب ناس ترقو ميهلو تو حدا ترقو ميهلو يدمع انت عارف على عقلة تدمع خلالو بهلاي لومي هاجرنا تاريخ كالسنا أو حدا جات سات حير كفالو بزحر معادي تون إرثاوز موت إلى مزت بيو زنبور خمسلو بلق 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 إذا تات كن بكت الدحر خوينا خن حيل ما يقدني بترح ناخد كحيل الله عقم تات ناخد انتلا الله ترح التي لعلواي علامة عين رساء زقابرنا يمتأخر أب ما شرشا بإنت إرثرا مخانو عين رساء زقابرنا يمتأخر ولا دك حادي قدوبة دك حادي عليك يخون
دحين سوقنتي الدلع نسوق كدمعك خلاله انت واحد اسكدمعك خلاله انت زي كنت متخاب سكفتات زين صعلنا زين راح حقنا وموخ أقل زي دمعسي انت يترقمو أبزي تايك من الدلع عن تبو لا يتبع أولا إلي تزاري بنيري أب قزي بريتاو قالسي سورانا يدفر أي نبرن سلمتاي يدفر زي نبري حقو سلز نبرن أب عقم هزبو مركو سلز نبري ما نمسب كدفرو أيك إلي نيرو لو مجن دليت نايك قالسي لنا إتي نخفل زلنا مسوات جن ولا حد عشرين كابتي رمود زبير تراز وفيز دور من تقالسي هيكونن إذا كانوا دبتنا أب حد جن أب نمز فازنا سات حوالي الكبارلو زخون ودب عقمو أب هزبون تزاي كوني بهزبو زي تأمان تقينو فتسك أمين كاحت لو كي تخليني خا كراي جزء خفل زي كالودب تقينو أب حدا قال ساتي خمسة لغة فلت على كا كشاخب وأنا زقبل تغير الشاغلي أب حدا قال ساتي خمسة لها فلت على كا سلزي تقبل أزدلي تنزل كابن زلوا حي فاتنا نمول النيران تنقوم بسرعة نعسل النيران تنقوم بسرعة من هالبات كل قطعة على المخالنا لو تقول كنا نسى مخالنا أنت زي بنا إدنا خي حوسنا كمزت زخون با كمزت زخون با خلينا لا يخلوني لا نسافر كأخذ دخمتنا بدخمت سلز خدا أنت عارف قال لي خاخد الزن لا خان بهريا وصل زخوني أبشون كل بترفع لنا بمشر شو ها كلاتنا هنا في قدام قدامنا في قدام وانا تاب قدامنا كسب زي كنا خا رسنا قلنا كرعنا كساسا يخلينا زي كرعة لا يترافقون الله سامو كاتسيت أو تاي كنا ما عاد سمعت ما عاد كزين ما عاد كان زال نحن في النزل لنا بناتو عقمخا أبتي بوليتيكاوي قصعتنا تنخر إلوه بوليتيكاوي قصعتنا تنخاني تود دواتاتنا فنت سوا بقوم كإلان لنا كساب حجي تبايتو تزعى إزلا علي ترنا فينا مغطر لنا يتو ترنا تي ود دابي ناي بايتو زي أكوب حيثات المدكي إذا حيثات تخمل سكخيلا لنا بوليتيكا تغير أي أبشي تشوى حكا الملكة حزخي أبزي براغماتيك نكونا لنا التين الريوزن لنا نقر التين ما تسألنا زلو مدرخ كما يجيرنا نبدهو كفلت كلا لنا أبزي فلكسيبليتي خدمي لنا كي نقصنا كرياتيب زخوني إبداع حدا مفتح خير كمان لنا كما يجيرنا إذا حالي تاتزين نتعرفه مخنياتو صباح نقهو أنا كمصالح إريترا كلاينت ست كون عيدليان دخلتنا خيلنا عقمنا بعلنا هنا معبل دسي لنا فرعاتنا حلينا تاريخنا حلينا خنكي دسي لنا كوم أم كلات كوم خلت من لي يفلتي جنزي بسكفتا ما يسكفتا قالسي وين حفرت قالسي ذاك أيت كان زبرنا قال أيكون أفل بنا ملينا التحساس وانا خلوه تعلم يعني سوزو بده هذا حجي بارتيزان يكون أمونجو حدا بارتينا أمونجو حدا بارتينا يكون زلوا تمدرا التمدرا خلومي هلاو إريترا ويزي هلاو إريترا it's more serious severe إريترا لا يبين يكون تنا يبين يكون تنا أي حدا يبين هاي كل أثناء حدا يقول أنت حامي مخاط خلا يقول أنك حامي مخان فلتنا فلزي مدرخ تسبين نازلو فليزي بلس لزغوني الرأيانا ون بومتن كلوات خلال لو سلزي زلو تبقو سوتا بوليتيكاو خوينو سيبك خوينو ببع عقمنا أبكل توافرنا خندكف مدرخ تعلم اللو زوم أولاتناي بتبايتو بقالي عنكن زبرحو نتبايتو أتبعون وتأتروون أتبعون كحجزون إلا بو التوم بسيبك نزقن زعدل زفترو زلو سبات كعب
كابتي لوكاليتي خابتي راكم زل الكعبه غاني اخر عدلكم هاهم قدلفكم هاهم كعلى قدنا تسلزقوني ابزز اللهم نعبنا كمز عين التبقوسة فاكر روكولو كتما عبلون كتتما عبلون اي قدنا تسلزقوني اجيكم كتب لهم تقول لكم مخنياتو كنزبلكو قال سيرتها كدمي مسكرم دحر مسكرم كنت ملك عليكم يزلو بتي كنو مسكرم زي الورق قالسي اي كواتس عناني انت هيدا قام زي حديش زلو قول النت تلميتنا قزانا كنت سري على فنتنا سلزقوني نايزي سرعات ملقاس نايمان نم حلفنت هاي كونان حلفنت نايو نحنا ون تعبيد كحزان نايو بلون أستراليا ولا كندا ولا عد إنجليز زوبانا إريترا يكونن تلوت إز ما تزلو اتبقوا زدر كان زسحن زلو هزبي نعوي تلوت يبغدو نحنا كم كاتاليست بنا نعوق الحوصة نخلينا نتلوتي قد أن لا تحزننا تلوت خمزنات ناقرنا ترينا بزح كسبوا منا هاي كيلين سوري تيجي قوم قديفنا نهاجر زتمتي لوتي زين سكال سخنا كايت مدرخ يتقلبنا لهم أبزياء ناي ما تسوي حتى الجو العالم معلش حمش تنتصات لكم لو لبواقي رخ عشون زدلين زي نتوي كل جزي أب ما جرش عملت كارب كلها يي ريزولوشنز بحال لهم أبزات من صدر العمل زي يعني زي يعني تقبلي تبلي خان العلامة كم دلو حجي أنا حد نقدر كل أبو كم دلو كم ناي زي ما تصدر له ناي كنت عشان عصير سنستن لبوا كم ريزولوشن حسكم كتقدون تعقد دامي نفسه كفكم أربعة سبعة وتعقي خبتنا عطوا تسبب عن كير بقى ورجايهم ودب يكون ببوتا يكون كبت حنكل ناتو وزيو بس أربعة سبعة قلبنا بحكي نتورك فوق خفت مسكال أوت زي ما سووا جد أبتدى قوم مزونه بتين أمن العلماء تاد زعم نسب بس أربعة سبعة حد يشرك كجمر نتوم أربعة سبعة كأكم وغيره وكسم ما أنت خش في حوت نتورك نحن حسن خنياتو زعم يشكر زلنا أين فالت علينا؟ نحن فالت بنا أنا خاب شاد علينا نفالت. التي حما عملنا نحن داين فالت علينا. كم قوانتنا تريد من الله؟ أبزح عن الجنراليتي الزارب زلوه. إزي بسوشيال نتورك يخون بتليفون يخون بقلخون قن دو دينا تنتورك نصف حيو خاب تتسعبي عن كلناتنا نوصف لا تقصاب حجي أبتديش تأكلي بس هذا أتحس إرادة أنا نفسه كفنا ناتو سيرك لالو تسيرك مستعصر أيوة سنزلو كله أكل لنا كحجز النازل كم أون كم كلا يقامة أربعة سبعة وزائي كابتن تعاونه أكل هذا الفوين إريتراويان كنسم بزعم إريترا حنت فلوس عزيم بلوم سبعة تلو إذا يوم نقربه انتي نايك عصوغ انت خمس فوتوك نقرون عيوم دحر ميدل ايست قمة تقوينهم اسمات ناي امير كستو خمس جير امير كستو خستو تمر عيوة ودلو نقرون عيوم اب امريكا دحر ايست قمة تقوينهم كلي خمزيلو راب كيرو مليون دولار قزي امو تشيت قطة قزي قرون عيوم نانا تمر لهم تقدر سلو نقرات كمزي احنا بالبوليتيكا كل قزي ابسسد ابسسد خد كاي جيوغرافيك اللوكيشن كا نانا تم زحمبولون زعلولون الزرابات نتعلوم بو غير ناس كان فلتهم مخنياتو زلو عقمي ابتنا ارترا قالسي خوي موين تزمن سي قالسي كدلب زلو ما عاد حي بس نزلو كن بكي غيبنا بزكالنا تنسفحو نكيلا لنا اتبو رتكاوي مداي سبتي قصلا لو ابتنا تقاومو ودبات التفلليات نخد مغنياتو تعلامة حالة سلسولة تصفي تعمل تصفي بارلو بصوتي خاز منسى قزيين قنزبن نواتن قاليزة تكالات نتين أمنا اللو تكالات كي بغنا
بحقك الحجزهم قال لنا قردوا كل من أنتي ابتزازة بلاك ميل كياتو ندحر حجز ما تصعفي ماتك نحجي بزوح ديو كان من سبتمبر اللي زمان له إنه مسكرم دحر مسكرم ولا لهو دحر مسكرم كان مستر باكس باكس سلست سبات أكيبكا نسخهم ودبخهم $100 كفولو الحجزي ما راح تجذبوا كل زبهان تبعي بتسمعهم كده لنا ود مني زي ود مني وفلت بك لنا كساب كم حجي كساب زي لومي أكيد زبلنا زلوا تاي كم كنت سوات سسر استسوات ود بات يعني لو كساب حجي أكيد زبلوا زلوا كم ده شاش تاكو بسوات يوم أسمعت لكم من ده حبدي لكم أسمعت لكم خلي الكلام سؤال ونسيو ود بكوينو الكلام سؤال ونسيو ود بكوينو ودين علينا زوم سلطة يعطون كا مس أجر تراخ بسوا زبهان زلوا زي مسحب جنا نسحب أي نازل لنا لبوه أي نازل لنا سلزي كدمي مسكرة مستجبر حالي فندي دحر مسكرة زنا جالس خيد من كيد كم كيد كم على لنا شاو عينة بي أب إستر السودان حدش كنا فات بفترة من كلام لنا إذا كسلا برسودا قدر إذا ناتنا استراتيجي كتابس دي حرب بايتا ناي سوا عيد ترايد إسايا ساب زبو تازق عندر كله ناتنا تخان تراحي زمي كابو نحنا تصوبنا قوانوت كنا خابز إيريا إسايا ساندر الله أبو غاني حدش كون النت في الترك خلاله بتسزل لنا هزبوت سخبي بتزل لنا خال بتسسر هذا حدش واقع جديد هذا رياليتي خبطر خلال لوم ما انتي ابتي ناتشورال حابيثات نفتا خلال بس شامنا اي نتبي كلكم زم زي من سياد من سياد من سياد بعض لو عزيفة لسبيل لهم أبوين بزوح تخلقين لهم عند حر حدا من إسا إنداب لي سرعه قبتي ناي ود سرعة ود سسان ذي في اللد حر غيلو انت عايز فوري يزولو أنا ود أسران تزغور حجي هلو كوبلا يمو عالكو المسلمين بثر حيزا ريس أخفق يمو عالكو ود أسران أب إنباسي غيدا يداون داون إساسا يمو فلسترا ديما فلسترا مسلم ود أسرع حرق لازي كما إزري يزولو من إساءتنا سساتاتنا سبعاتاتنا نتاقوا بنا أسي يخذ الجمزة اللهم بنياتو إتو أتعطي إز دقمنا اللهم وأتعطي عند حر دقمنا اللهم إتي نحكى تنحي تي يخذ الجمزة اللهم سلذي ما عندها أصلاً أنتم من إساءتنا تواوا حوالي لنا إذا سوق الكاف الشنو خشا شنو إيه سخونكم لو تتمسوا إيه سخونكم قليل الكاف إذي أيكوني ريت كارميت جيرو قد ايه اني هاود اسرع اوكي نعم راح اكون يلن كنت عاني في بقبري قال سقع سنسلتي سنسلتي قال سنسلتي هذا سنسلت لاتخال اي هذا قلبيت لاتخال اي قلبيت سالسا اي قلبيت انت حزت الخيط هذا قلبيت نبينو قال سي اي كونني هزباو قال سي خمزينا كايدا زلنا حجي خاع نخلو زحا افسر زغني كله ببعا وزبر كتلو قال سي سلو زغني ازيز قبر زلو compartmentalization I think we'll have to give the socialism come on it come on that has time the lemon and double cousin over it what is come on it come on that so let's see how we can have hard pick it out in that I'm mature Russia it's a fun and that's a fun that I listen to come on Google cuts the cover in the middle in the head of the city ولا حدا نقدر قال لنا حجي خم نور خوي مزير رئيس له لومي حدر سوات من حريكا من رسالة الشهداء بسربة فيها تحولي خاصة حساس بها ما كذب فايل عندها عزيز ما تسألنا زبوني الذي هو حدر سواتنا خم حلنا هو حدر سواتنا ما تشعر شغل الاستماع هو عمال سرعات نقد منا إذا عينت نح حزنا نكيد لنا مخنياته
عمال تسرع كسعرت راح يفتر كسعر راح يفتر لي نسبي أنا راح أسعري وده حكدي كسعري أنا احنا اقتربنا في النهاية قاعد اقول اذا كان لابد من التجمع بالشكل الذي نشاهده الان سواء كان على مناطق او على تنظيمات او على كذا لو كان لابد منه على الاقل فليكون فعالا لانه طالما في تجمع بشكل من الاشكال إذا كانت إذا لم تكن هناك نتيجة تتأتى من هذه التجمع فلا داعي فإذا كان لابد من هذا التجمع فليكن فعال فلنلزم الكل على حسب هواه وهذا مصير حتى في يوم ما ممكن نأتي إلى نقطة نتفق عليها أو نعيد كتابة العقد الاجتماعي بالطريقة التي فعندي توصيات لرأس السنة ونحن نقترب من رأس السنة الجديدة فهناك تقاليد وضع أهداف يتم تحقيقها خلال السنة القادمة فالهدف الأول هو التعرف على 4 إريتريين هذا العام خارج القبيلة الخاصة بنا أو العرق أو المنطقة أو الدين ويجب أن يكونوا من داخل حركة المقاومة حتى تتوسع شبكة المعارف يفضل أن يكون ذلك مباشر وشخصي وإذا تعذر ذلك إجراء محادثات من خلال وسائل التواصل الاجتماعية أو طريقة أو عن طريق الهاتف أو عن طريق سكايب أو توك وما إلى ذلك فلنسميها حملة الأربع أشخاص أو أي شيء ممكن أي واحد يأتي بتسمية الوزارة ثم يطلب كل واحد منكم أن يشجع محدثه فعل الشيء نفسه للوصول إلى 4 آخرين 2 بذل جهد للوصول إلى 4 إريتريين من الذين قبلوا تماما هويتهم الجديدة ونسوا كل شيء عن إريتريا نتعرف عليهم أنهم سوف يخبروننا عن كل شيء يهتمون به عن فريق كرة القدم المفضل لديهم وأسماء الأمراء والأميرات والفنانين كما يحصل في الشرق الأوسط أو البوب كالتشر في أمريكا مثلا ولكنهم يجهلون تماما عما يحدث في إريتريا ثم أطلب من كل واحد منكم للوصول إلى 4 آخرين إن شاء الله سوف أتي المرة القادمة السنة الجاية ونرى كيف ماذا تحقق من هذا إن شاء الله ثالثا إجبار قوى المقاومة أن تكون رمزا للوحدة وذلك من شأنه أن يعزز الأهداف المشتركة لأننا نسعى لتحقيق مسير مشترك إظهار الدعم الخاص من الوقت والمال لقوى المقاومة حتى لا تصبح أسيرة تسير من قبل الآخرين وعرضة للابتزاز لأن ضعف التنظيمات السياسية هو انعكاس ضعفنا إجبار سياسيين الوضع معايير بتحديد من ينطبق عليه صفة تنظيم سياسي وقد أزهرت الأزمة الأخيرة من ليس لديهم صلة بالمقاومة ومجموعات من 3 أو 4 أشخاص تسببت إلى فساد سياسي كبير القيادة السياسية هي قوة سياسية منظمة وليس لمن ليس لديه متفرقين أو من ليس لديه دائرة انتخابية بل من يعمل على هواه الشخصية أن يترقى إلى الدفع بشدة نحو تحقيق توحيد هو المقاومة عكس تشجيعهم للانقسام وإجبارهم على شرح أسباب وجود الكيانات المختلفة السعي وهذه النقطة مهمة السعي لفرض واقع جديد على الوضع في شرق السودان لأنه لا ينبغي أن تكون خلفيتنا الاستراتيجية والمنطقة التي وجد فيها امتدادات لشعبنا الخلفية التاريخية للإريتريين أن يسيطر عليها أثناء سياس فمثلا وهنا أخص بالأخوة اللي كبروا وتربوا في شرق السودان لا أعتقد أن أحد راضي عن الوضع في شرق السودان هذه يعتبر موطأ أقدامي يعني هذه خلفيتنا الاستراتيجية
واليوم ما عندنا أي تأثير في المنطقة هذه، فلازم نخلق واقع جديد بأي وسيلة، حتى لو نخطب يعني هذول الأسود خلقت بهذه الأسباب، كانت هذه الأجواء التي خلقت الأسود خلقت. ما قاعد يقول كذا لكن تمام، إقناع الشباب أن يكونوا أكثر حذرا والتوقف عن النحيب بعد أي كارثة أو سمع أخبار سيئة من الوطن أو عن الوطن، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الأمور بحيث يأخذنا العالي والداني على محمل الجد، فهناك أشياء يمكن القيام بها بخلاف الالتماسات والمظاهرات، والنجيب السابق من المقاتلين لم يقضي وقته في التسول من أجل التعاطف بل فرض إرادته وغير مجرى الأحداث، وأخيرا يجب علينا الخروج من تحيزنا لنواجه أولئك الذين يحاولون التراجع وهدم ما دفعنا عليه الغالي والنفيذ، يتطلب منا البقاء ساندين الحفاظ على وعد شهدائنا، نعم حذر سوءات وسارة الشهداء لنهزم القوى القاشمة التي لا يتم بنائها إلا ليهزمها الشعب الإريتري، وشكرا. نشكر صالح على هذه المحاضرة القيمة، ويصعب الواحد يتكلم بعد صالح يعني، وسهل لنا العمل لأنه هو ما شاء الله يعني طليق في اللغة العربية والتقرينية، وده يعني كسب من الوقت يعني، فيمكن كل واحد يتعلم اللغة العربية والتقرينية. الآن الفقرة هي أسئلة والأجوبة، لكن قبلها أنا عندي شوية عاوز أقول شيء يعني، الشيء ده أنا عاوز أقول يعني وراء كل شيء عمل يعني، وراء كل عمل أشخاص يعني، وفي وقتنا هذا يعني قليل من الأشخاص يعني، فأنا عاوز أشكر الأخ أحمد هيابو والأخ محمد إمام صراحة 90% قاموا من أي شيء يعني بجهدهم يعني، فعليكم أن تشكروهم يعني. وأحمد محمد إمام ابنه لمحمد إمام الآن قاعد يصور صراحة، هذا الجند المجهول يعني، هو صمم البوستر اللي شفتوه جميل جدا يعني، وهو also عمل الباوربوينت برزنتيشن يعني، فإيش هي the message is يا ريت لو كلنا نتعامل مع بعض يعني، لو ثلاث شخص عمل مثل هذا يعني، لو كلنا عملنا مع بعض يعني حتكون النتيجة أكبر يعني. say it in English if you want. تقريني بتاعت شوية دقيق يعني. تراتيكم ماذا؟ أحترى بالله. انت عايز تقول له زخونة سرح زخونة قداي وي نتفت زرقه كم حدا عود كاينو زرقه بدحريو قال زي تفولتو شباب ناتوم زعري يو ابكم زبد حزنات نات اكيد نازلنا بركت زبل قدرن بسبو اسرارع زغيت زلو قال شباب بملك توفاينت نابزو خمسه قطعوه زقالو بسم تغيسو مالتي سونكا حونا أحمد هيابو حلافي قداي نتفتات محبر إرتران أستراليا نفتحن سلامة كمون حونا محمد إمام حلافي ناي وزائي زمدناتات ناي محبر إرتران أستراليا نفتحن سلامة كمون مسؤول تدريبو تقواراوي تزمزي ودو مالتي أحمد محمد إمام سون بزحنا سئلن نتفتاتن يرئلو زي بزناتهم تعريو أبتنزي أبكعنا زلنا إلو مسقنا أغريبو مالتي